عملنا عملية زراعة قرنية، وبعد العملية الحمد لله ربنا يسر والدنيا مشيت كويس والرؤية بقت أحسن، ولكن أنا كمريض مش راضي عن نسبة الرؤية بقدر إيه؟ بقدر كبير، محتاج إن أنا أصحح الرؤية دي شوية. العمليات المناسبة بالنسبة للمرضى اللي بيعانوا من مشاكل في الرؤية بعد عملية زراعة القرنية كتير قوي، وبتعتمد بالدرجة الأولى على فحص المريض. بمعنى مثلا لو أنا عندي عدم انتظام في سطح القرنية، ممكن ان احنا نعمل حاجه اسمها ليزر سطحي ببصمه القرنيه او بصمه العين، نعدل التعرجات السطحيه اللي في سطح القرنيه دي ونقلل التشوهات البصريه الناتجه عنها، وبالتالي المريض ان شاء الله بيرجع يشوف رؤيه كويسه جدا. لو انا عندي قصر نظر عالي قوي، ممكن نعالجه عن طريق ان احنا بنعمل للمريض زراعه عدسات ثانويه مثلا زي عدسه الاي سي ال فيزيان اي سي ال، عدسه رائعه جدا. او لو هو مريض كبير شويه في السن بنعمل عمليه استبدال لعدسه العين. احيانا لو المريض عنده استجماتيزم عالي قوي بس يكون الاستجماتيزم دوت منتظم، بنعمل له عمليه تصحيح للاستجماتيزم المنتظم دوت بالفيمتو سكند ليزر، عمليه اسمها استجماتيك كيراتوتومي. بنريح فيها المحاور القويه على حساب المحاور الضعيفه في القرنيه، وده بيعدل كفاءه الرؤيه كميتها بدرجة عالية جدا. يعني في الآخر برضو مفيش حل موحد لكل مرضى اللي عملنا لهم زراعة القرنية عشان أصلح النظر عندهم. لازم أفحص الحالة، أشخص السبب الرئيسي في ضعف النظر عندها وأتعامل معاه بدقة.